18 طالبة برتبة رقيب إطفاء أصبحن جاهزات للعمل كمفتشات وقاية. فالدفعة الثانية والتي تعد من مخرجات الإدارة العامة للإطفاء تم تأهيلها مهنيا وأكاديميا وعسكريا في علوم الإطفاء وعلى مدار سنة وثمانية أشهر. يسعدنا اليوم أننا نحتفل بتخريج الدفعة الثانية من مفتشات الوقاية. هذه الدفعة أتت بعد أن أثبتت الدفعة الأولى اللي تخرجت منذ أكثر من 5 سنوات أثبتت وجودها وعملها وأدائها في قطاع الوقاية، وكان دورهم الرئيسي هو التفتيش وتطبيق شروط الوقائية في الأماكن العامة وخاصة الأماكن النسائية. وأيضا بناء على ذلك قامت الإدارة العامة للإطفاء بالإعلان عن تلك الدورة منذ أكثر من 2 سنين، والحمد لله تقدموا مجموعة من الطالبات قبل منهم 18 طالبة. الحمد لله اليوم احنا احتفلنا بتخرجهم وانضمامهم إلى وظائفهم جنبا إلى جنب مع رجال الإطفاء. ونبارك لأنفسنا قطاع تعليم متمثلة في معهد الشرطة النسائية، أمانة يعني كوكب ممتازة جدا، كانوا متقبلين الفكرة من أول يوم، وإن كنا شوية يعني صعب عليهم التدريب الشرطي والرياضي من الفير من 5 الفجر، إلا أن التزامهم كان الصراحة مفاجئ لنا. دور مهم سيكون بانتظار الخريجات من خلال تفتيش بعض الأماكن المخصصة للنساء فقط لحماية ووقاية الأرواح باتخاذ الإجراءات الاحترازية وتفعيل الدور النسائي في سلك العمل الإطفائي. سعيدين جدا بهذا التخرج الحمد لله، يمكن شافوا الاخوان وانتم ايضا نفس الشيء تخريج الدفعه الثانيه من خريج مفتشات وقايه 18 طبعا اعداد، وان شاء الله راح يفوضون يعني في المعارك في ميادين، وليس بغريب على المفتشات لان كان هناك الدفعه الاولى والحمد لله اثبتوا جدارتهم في جميع المواقع وخصوصا في الاماكن التي يحضر فيها دخول الرجال الحمد لله. طبعا تجربتي بهالدوره اللي طبعا تعبنا عليها 8 شهور، احب اشكر كليه سعد العبد الله، واحب اشكر اداره عامه الاطفاء، واحب اشكر تطبيقي لانه فتحوا مجال جديد. تعلمنا وايد اشياء، بالذات كانت دوره شوي صعبه لان دشينا داخليه بعدين مطافي، الحمد لله عدت على خير. إذن مخرجات عمل ممنهج للإدارة العامة للإطفاء يسير جنبا لجنب مع دور رجل الإطفاء، فهذه الدفعة الثانية النسائية ستتبعها دفعات أخرى للزج بالعنصر النسائي بشكل فعال وتأهيله للعمل برتبة رقيب كمفتشات وقاية. رائد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.